ابن البيطار هو عبد الله بن احمد المالقي الاندلسي العلامه النباتي الطبيب المشهور امام النباتيين وعلماء الاعشاب في زمانه وهو صاحب كتاب الادويه المفرده المعروف بمفردات ابن البيطار قال الذهبي ما صنف في معناه مثله كان حجه في معرفه انواع النبات وتحقيقه وصفاته واسمائه واماكنه توفي رحمه الله سنه ست واربعين وستمائه من الهجره